أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. سماء الجلفة تحولت إلى لون برتقالي، وحسب ما هو متداول عبر صفحات الفيسبوك، تحولت سماء ولايتي الجلفة والأغواط إلى لون برتقالي، وحسب نفس المصدر فإن الرؤية شبه منعدمة بسبب زوابع رملية.